بابا؟ ايه بابا؟ وينه مجد؟ شو صاير له؟ جوا بنتي، لا تقلقي، وضعه منيح هلا، اطمني. طيب شلون صار معه هيك؟ يعني هو عامل حادث ولا شو السبب؟ داخو وقع على الدرج وضرب راسه بالارض. يا الله دخيلك، شو هالقصة؟ طيب بخلونا نشوفه هلا؟ طبعا طبعا، صحته صارت منيحة، يعني بتقدروا تشوفوا. وانتي دائما بدك تطلعي بوشي؟ تافهة. خلاص بتقول، خلينا نفوت. بالإذن. امشي امشي، ليك الغرفة هون. كرمالكم سكتت. برأيي بتول لازم تعرف كل شي كمان، هالقصة زادت عن حدها كتير، أنا أعصابي تلفت من هالوضع. هالقصة ما رح تمرق على خير. اختي ما عاد في حدا فيك تطلعي. صحي، ما قلتي لي من مين متخبية؟ شو هالحكي؟ من مين بدي اتخبى يعني؟ القصة انه كنت عم العب طمامة انا ورفقاتي، بس ما عاد فيهم يلاقوني اصلا، احسن شي اطلع. تعي. خد هي هدية، بيعها بتجيب لك مصاري منيح. والله عال عال، مكسب مدلل يا كريم. اللي عنده لمينو، اللي عنده حساتي، اللي عنده خرطة للبيع. إن شاء الله خير. ما طلع الرقم. ألو؟ ألو؟ ألو إياد، أنا فتون. شو عم تسمعني؟ ليك هلأ الشرطة بكل مكان عم يدوروا علي، وما ضل عندي ولا مكان أهرب عليه. خطر عبالي أهرب على اليونان، بس ما فيني روح بدونك. شو إياد بتروح معي؟ طبعاً القرار بيرجع إلك، وأنا بحترم رغبتك، أكيد ما بدك تهرب مع وحدة هربانة من العدالة. فتون وينك أنت؟ هلأ مو وقت هالحكي أبداً، ما ضل رصيد بالتليفون. قلي شو؟ رح تجي معي ولا لا؟ لك ارجعي على المستشفى فتون، ما في داعي تخافي. لا مستحيل، بدك أرجع مشان الشرطة يشنقوني اليوم ما هيك؟ لا مستحيل. اسمع، بدك نهرب ولا لا؟ إذا بدك تهرب معي إياد رح لاقي لك بعد شي ساعة على شط سالجاك، ماشي؟ سمعتني؟ ألو؟ ألو إياد؟ شو قالت؟ قالت بدها تشوفني على شط سالجاك. لك هي شو عم تعمل هنيك إلا ترجع لهون وتخلصنا من هالموضوع؟ ما عم بترد علي. لا لا لا، الوضع مو منيح، لازم إلحق فتون قبل ما تهرب على اليونان. على اليونان؟ لك يونان شو إياد؟ عفوا. تفضل يا بنت. فيني اسالكم سؤال؟ تفضلي. هلا انتو بتعملوا رحلات بالبحر مو؟ ليش يا انسه، لوين رايحه؟ على مكان بعيد شوي، يعني بدي روح على اليونان. على اليونان؟ انا كل عمري عندي فضول شوف البلد هنيك، واليوم قررت روح. وليش اليوم؟ لاني كتير مستعجله والوضع طارئ. على اليونان صعب، تروحي على كان ليجا؟ شو؟ لا مستحيل، لانه بيمسكوني هنيك. مين رح يمسكك؟ بيمسكوني؟ شو بدي أقول؟ أنا حابة واحد أهلي ما بدهن إياه وخايفة إنه يمسكوني. فتون؟ شو عم تعملي فتون؟ عم دور على حدا ياخدني على اليونان فوراً. يمكن حبيبتي أنت أكلة ضربة شمس شي؟ لا مو هيك، أنا ضربت مجد على راسه بالكريك، أنا دمرت حالي بإيدي، مستحيل أرجع فتون القديمة، لك انتهت حياتي خلاص. ليكي اسمعيني منيح، مجد عايش، كل القصة انه صار عنده فقدان ذاكرة مؤقت، بس وضعه منيح، يعني ما في خطر على حياته. وحكيت مع عمه برهان كمان وقال لي انه ما رح يشتكوا عليكي، الموضوع خلص اتسكر.
عن جد عم تحكي؟ أكيد عن جد. طلع حبيبة. إياد، كنت مرعوبة كتير وعملت تصرفات سخيفة وخوفتك كتير، آسفة مو بقصدي. وقصة الانتحار؟ إيه، عملت حالي بدي انتحر مبلا. أنت معصب مني؟ بصراحة عصبت، بس هلأ لما شفتك رقت. شايف شو حلوين جنوا بياخذ العقل. الله يهنيكم. الله معكم. يعني بكرة عنا عرض وما في أي شي جاهز لهلأ؟ معقول يا خانم، كل شي جاهز. جبتوا الوفد الأمريكي من المطار؟ اللي لشوف باقي أوتيل قاعدين؟ طبعا رنيم خانم، أمورهم كلها تمام وكل شي بالدنيا عم يوصلهم أول بأول. طيب مكان العرض جاهز؟ جاهز، حتى فريق الصوت والإضاءة جاهزين والأجواء حلوة. والأكل؟ جاهز. واتفقتوا مع العارضات؟ ما تقلقي، ريما دبرت القصة، كان ناقصنا وحدة بس، وريما دبرت ثلاث عارضات بدالة، رح يجوا اليوم كرمال نختار منهم. طيب وهلأ وين ريما؟ الحقيقة ما بعرف، ايه تذكرت كانت مع فتون آخر شي. عروة، دقق على كل شي اشتغلته ريما لأنه ما بدي أي أخطاء. ولا يهمك. صحيح، وين فتون كمان؟ ما أنا هون، بس خلصت كل المجموعة وكله جاهز. آه، حلو كتير. طيب، هلأ بدنا نراجع قائمة الأعمال الجديد، سجلوا عندكم. أنا أول ما عرفت بالقصة أجيت ركض، شو كيف حاسس؟ الحمد لله فتون، أنا منيحة كتير شكراً إليك. يعني أنا صحيح إني وقعت من على الدرج بس مو متذكر شي، أبي هيك قلي. وقعت على الدرج لكان؟ إيه والله هيك. رشا أكيد في عندك دراسة بالجامعة ومضغوطة، فيكي تروحي. بتول، ليش بدك إياها تروح؟ أنا بدي إياها تضل هون. لا تردي عليها، خليكي. شبه؟ عن جد الواحد ما بيعرف قيمته عند رفقاته غير لما بيمرض أو يصير معه شي. يعني هالمواقف تكشف محبة الناس لبعضها. أكيد أنتوا معي باللي عم قوله صح؟ وأنا بصراحة كتير مبسوط لأنه عندي رفقات مثلكم بيخافوا علي وبيتمنوا لي الخير. حبيبي أنت المهم تكون منيح ونحن منبقى جنبك على طول. إيه هذا هو المهم، ترجع مثل قبل وأحسن. بس اللي قاهرني أني مو متذكر شي من الماضي، عقلي مشوش. يعني ما بعرف ليش هيك عم بيصير معي، كأنه حاسس أنه في ملف نحذف من راسي وهو كتير مهم. مو بس ملف، ملفات صاير معك عادة تهيئة. عفواً، الموتور اللي على الباب لحضرتك؟ ايه طبعاً. هالموتور بيجنن ولونه كتير حلو. مو لهالدرجة، يعني بالحقيقة لونه عادي. ما نوع عادي أبداً، وأنا بحب السرعة كتير والأخص وقت شعراتي بيطيروا بالهواء، بس ما بسوقه لأني بخاف كتير. ايه مزبوط، هي سواقة هيك موتور بتخوف. حبيبتي، انت كنتي جاية لاختيار العريضات ما؟ صح، أنا بدي شوف رنيم خانم. أنا رنيم خانم، بس لا تواخذيني، مانك مناسبة للشروط يلي عم ندور عليها، عم ندور على واحدة كول أكتر. حياتي، يلا خلينا نطلع نتغدى. حبيبي. انت بتشتغل عندي مزبوط؟ انا؟ شو هذا اللي عم تحكي؟ شايفني مجنون؟ مجد، امتى رح ترجع لك الذاكرة؟ مطولة هالقصة؟ شو رأيك تحاول تضغط على حالك، بركي بتتذكر شي. لك انا لو بقدر انه امسك طرف الخيط رح اتذكر كل شي. لك يا ريما. ريما؟ نحن انفصلنا ما؟ ايه مجد، وبطريقة بشعة كتير. ايه صح، الولد كان سبب انفصالنا هو الولد. ايه بلشت اتذكر. ايه عم بتذكر كل شي. قصدك كل شي كل شي؟ يعني متذكر انه اياد انفصل عن فتون وبلش يطلع مع هاي الماي عرشها، بتتذكر هالشي مو؟ ايه يعني، وكمان متذكر انه رحنا على المخيم، ومتذكر كل شي صار معنا هنيك عمايلكم.
وكمان عمايلي. كل اللي صار متذكره. يا جماعة اسمحوا لي هلأ، خلونا نترك مريضنا لحاله شوي. لازم يرتاح. ايه طبعا نحن المفروض نتركه يرتاح. يلا يلا خلونا نمشي. يلا بنرجع بعدين. يلا اياد، فينا نحكي شوي؟ ايه طبعا. رشا حبيبك ضل جوا، ليش تركتي لحاله وطلعتي؟ بتول ديري بالك على حكيك، بكفي بقى. بالله عن جد حكيك هذا خوفني كتير. فتون انتي منيحة؟ لك ليكي بتول، نحنا في شي لازم نعترف لكم فيه. ايه وشو هو؟ يعني شي منعرفه كلنا، بس انتي وامير ما بتعرفوا فيه ابدا. خير ليكون في شي مو منيح. بصراحة بما انه هالقصة طويلة شوي، فيها شغلات منيحة وشغلات مو منيحة بنفس الوقت. فتون يا ريت تحكي فورا، لاني بالزور ضابطة اعصابي وبخاف احكي وضايقكم حبيبتي. بتول اللي بدي اقوله انه مجد ضحك علينا كلنا وهدده لاياد، لهيك انفصل عني. بظن انه اتفقنا. شو رايك اياد؟ بالاول بدي اتاكد انه مجد محل فيديو يلي عنده، يعني ما لازم يضل بايده اي شيء بخصني. اياد انت لا تقلق بهالخصوص، انا ضمانتك. هداك الفيديو ما رح يظهر مرة تانية بنوب. وانت رح تتخلص من المستندات اللي عندك ما هيك اياد؟ طبعا رح اتخلص منهم، بس في ناس كتير تضرروا من ورا المناقصات تبع حضرتك، لهيك لازم تعوض لهم خسارتهم مجد. انا رح حل هالقصة كمان، رح صلح كل شي عمله ابني ولا يهمك. يعني رنيم هي اللي عملت الحريق بمشغل محمد بيك ما هيك؟ ايه. اخي كمان استغلوا لهالوضع هاد وابتزوا لاياد بهالقصة. ايه صح. وكان سبب انفصال اياد عنك انه كان بده يحمي امه من الحبس. مزبوط. وقصة رشا كلها كذب بكذب صح؟ ايه صح. وانتي واياد تصالحتوا من زمان كتير ما؟ صالحنا. وطبعا نحن لهلأ لصار عنا خبر بكل هالمواضيع، كلكم طلعتوا بتعرفوا هالأمور، بس خبيتوا عنا كل شي مزبوط؟ مع الأسف مزبوط. يعني فتون ليش لتخبي عني هيك موضوع؟ عن جد ما عم بفهم بنوب. يا بتول أنا قلت إذا عرفتي حقيقة أخوكي رح تتضايقي منه كتير. لك إذا تضايقت منه ولا فرحت أنت شو بتفرق معك؟ أنا بحس باللي بدي إياه، فهمتي؟ لك انتو مو من حقكم تخبوا عني هيك موضوع. اهلين. شو صاير؟ والله اللي صار انه كلياتكم طلعتوا ما بتوثقوا فينا. امير ممكن تهدى شوي؟ كنا رح نقلكن بس ما قدرنا. نحن منحبها كتير لبتول، ولهيك ما قدرنا نخبرها. عن جد شكرا اياد، ريحتني كتير. انت شو حكيت مع مجد؟ ليش طولت عنده كل هالقد؟ خلص سكرنا الموضوع، مجد ما رح يهددنا بعد هلا. يعني ازعل من اخي الاستغلالي ولا ازعل من رفقاتي اللي خبوا عني القصة كل هالوقت وما وثقوا فيني؟ عن جد ما بعرف. بتول لك بتول استني. بتول بتول
لهلأ ما حكت شي؟ وإلى ساعة متقلب بالمجلة وعلى الفاضي. شو بدنا نعمل فتون؟ لازم نروح لعندها ونصالحها. تعوا معي يا بنات. لك شوفي بهالمجلة. ما بعرف شو فيها. طيب شو عم تساوي لكن؟ ولا شي، عم بتفرج على الصور. معصبة مني؟ لا ماني معصبة. شفتي؟ أخذها على خاطري. طيب وكيف فينا نراضي الحلو؟ يعني رح تضلي هيك متضايقة؟ ما بعرف، بدي شوية وقت. طيب قديش بدك وقت بالضبط؟ قولي، يعني أيام ولا أسابيع ولا شهور ولا اليوم بس؟ طيب دقايق ولا ثواني؟ حتى يمكن وأنا عم أقول الجملة تكوني صالحتينا ومشي الحال. يا الله شفتك تضحكي. لا ما ضحكت، ليش عم بتقولي؟ بتقولي بتقولي ما معقولي ضحكتي، لا تكذبي. بتقول شفتك وشفتك بعيوني مزبوط. ايه حتى تمك راح على جنب وخدودك وردوا كمان هيك. وانا شفت من شوي سنك الحلو. لك لا بلا حكي فاضي، شفت عينكم، انا زعلانه كثير منكم. بتقول سؤال، بتعرفي ليش احسن شيء الوحده يكون عندها رفيقه بتعرفها من سنين؟ ليش بقى؟ لانه هالرفيقه بتكون بتعرف تضحك. يلا حكي بتقوم معي ما رح تحكي. يلا حكي اسرع، يلا حكي حكي. يلا يلا حكي، حرام علي. هلا يلا تحكي. يلا خلص تمام تمام، مسامحتك خلص اتركيني. والله بحبك عن جد. اي كثير كلنا بنحبك. شو مبسوط باللعب هيك لحالك؟ انزلوا انتو اتنين ضدي يلا. موافق. اوبا هاتا. لا تا تا يا حرام. تعال لك بعيد. برافو. برافو. اتركني اياد بعد. أنا ما عاد فيني. والله تعبت. قديش خلصت اللعبة بتعرفوا شي؟ والله أنا ما عديت ولا أنا كمان. طيب مين اللي ربح؟ رفقتنا هي اللي ربحت. والله كبرت على اللعب. بالنهاية أنت عندك سيارة فخمة والبيت يلي ساكنه كتير حلو وبتاكل وبتشرب أفخم المحلات.
عندك شغل منيح وسمعة مهنية ممتازة، عندك مصاري، بس انت هلأ بالمستشفى وما في حدا جنبك، حتى اختك ما نهو، ما في غيري انا. لازم تعرف يا ابني انك ما بتحصد غير اللي بتزرعه. بدك جيب لك شي تشربه؟ شاي او قهوة؟ لا ما بدي اشرب شي، بدي نام. بعد كل هالتعب وبعد كل هالتوتر حبيت انه نضل لحالنا شوي. معك حق، اللي صار فينا مانو سهل. هلأ ما عاد في أي حاجز بيناتنا، ما ضل ولا مخلوق يوقف بوشنا، يعني أنا وإنتي وبس. معناها شو محضر لي كرمال الليلة؟ شو محضر لك؟ لك إيه، مو أنت على طول بتعمل لي مفاجآت إياد؟ ما عندي مفاجآت لليلة، يعني لا تتأملي على الفاضي. فهمت، انت ما بدك تنزع مفاجأتك وتقول، بس بتعرفني ما بقدر استنى كتير، رح حاول اعرف. بعد شوي رح يجي عازف كمان ورح يعزف لنا موسيقى رومانسية ونحن عم نرقص تحت ضوء القمر، صح؟ لا مو صح. طيب معناها يخت، هلأ رح يوقف يخت هون ويطلع منه لافتة مكتوب عليها فتون بحبك موت. فكرة حلوة كتير، بس بعملها بالمرة الجاية. غيرة اسمع، هليكوبتر رح تجي هلأ وتوقف هنيك وتمطر علينا ورود من السماء، صح؟ قلي. كأنك بالغتي بالمفاجأة، ما هيك؟ ايه طيب، لا هي ولا هديك ولا وحدة منهم زبطت. ليك شو، رح غمض عيوني واستناك. يلا صراحة ما عندي مفاجآت اليوم، بس لكني أنا معك، عيوني موجودين وقلبي وروحي معك، ما بيكفوا؟ أكيد، معناته رح أطلع بعيونك الحلوين ورح أسكن جوات قلبك، هدول بيكفوا وزيادة وما بدي شي تاني أبداً. معنك حاسة إنه في شي ناقص؟ شو مثلاً؟ هالخاتم مثلاً؟ أي صح، بس ثانية. هالخواتم ما عاد يطلعوا من أصابعنا بنوب، ماشي يا روحي؟ ولآخر العمر. ولآخر العمر. حضرتك فتون خانوم؟ ايه انا فتون، اتفضل. هاي الطلبية لألك. اياد شو هاد؟ مو قلتي انك جوعانة ونحن جايين؟ ايه بلا، بس افتحيها قبل ما تبرد. يا الله كتير حلوة اياد، بس ما رح اقدر اكل منها هلا لانه حروف اسمك فيها، رح أبوسك وبعدين مناكلها سوا. يلا ناكل. إذا ما في مشاكل خلونا ننقلن على صالة العرض. اخدوهم. حاسة إنه في شي ناقص من تصاميمي. حبيبتي فتون دققناهم كتير، هدي أعصابك شوي. ميسون خديهم على صالة العرض. حاضر، تعا تعا دير بالك، شوي شوي.
وهلأ صار وقت الجد. الأمريكان اليوم رح يتفرجوا على تصاميمك. ليش عم تقرطي أظافيرك؟ أنا متوترة وماني عارفانة شو بدي ساوي. حبيبتي اطمني وهدي بالك، الأمور رح تمشي مثل ما بدك وأحسن. يعني واثقة أنه رح يعجبوهم؟ واثقة مثل مشايفتك، الأمريكان رح يطير عقلهم بتصاميمك. يلا أنا رح شوف عرها وجهي. ماجد بيك ما عنده أي مشاكل من الضربة اللي تعرض لها على رأسه، بس في شي تاني لازم تعرفه. منيح أنه ابن حضرتك صارت معه هالقصة، فضل الفحوصات اللي عملناها هون وصلنا لشي تاني. في شي مو منيح دكتور؟ نحن اكتشفنا أنه ماجد بيك معه ورم بدماغه من فترة طويلة. ورم؟ اي نعم. طيب هالورم خبيث شي؟ لهلأ مو مبين نوع الورم، بس حتى لو كان ورم عادي ممكن أنه الضغط يلي بيولدوا الورم على الدماغ بمناطق معينة يأثر على وظائفه. يعني هالورم من الممكن أنه يعمل ماجد بيك عصبي أكتر وانفعالي زيادة، ممكن أنه يفقد شعوره بالتعاطف وتسوء طباعه فجأة. حضرتك راقبت تصرفاته بآخر فترة ولاحظت أي تغيير؟ لأنه هدول المؤشرات ممكن يساعدونا بالتشخيص. طبعا. شو متوترة؟ اي والله كتير خوفي من قصة مجد اللي صارت، والعرض اليوم كتير موتريني. لا ما في داعي تتوتري، لأنه أصلاً الأمريكان شافوا تصاميمك على الورق وطار عقلهم فيهم وحبوكي إليك كتير، يعني كله تمام. لا ريما، الشغل الحقيقي هو اليوم، فهمتي؟ إذا صار في مشكلة ولو بسيطة أنا بكون انتهيت، فهميني ريما، بيتدمر مستقبلي وتعبي بيروح على الفاضي. مستحيل هذا الشيء اللي عم بيصير معنا، مستحيل، ماني مصدقة، مستحيل. عن جد مو طبيعي اللي صار، كأنه في شيء مو منيح. أسوأ شيء ممكن يصير معنا اليوم إنه الإضاءة تنضرب بصالة العرض، ولبكرة لحتى يقدروا يصلحوها. يعني أنتم متخيلين كيف رح نقدم العرض؟ ما في ضوء، عرض على العتمة. يا ربي شو بدنا نعمل هلا؟ مرحبا. شو صاير؟ صاير شي مو منيح ابدا. بغلبك بكل الالعاب والله انك وحده لعيبه عن جد. كيف خطر لك تجيبي هالطاوله لهون لحتى نلعب؟ ابنه لاستاذ الجامعه انكسرت رجله، ونحن رايحين لنزوره قلنا بنمرق لعند محل الالعاب وشفت هي هونيك وخطرت ببالي فجبتها. يعني بعد ما تطلعي من عندي رايحه لعنده مو؟ لا والله، قلت لحالي اليوم بجي لعندك ومنقضي مدة الزيارة سوا. مو مهم مدة الزيارة، بس المهم انه يضل في حدا عم يزورك، مو يتخلوا عنك الكل مثل ما صار معي. والله رفقاتك معهم حق، لو عملت فيني اللي عملته فيهم كنت دوقتك ضعف اللي عملوه. طيب انت شو بيعرفك انه انا ما رح اعمل فيكي مثل ما عملت فيهم؟ بالفترة القصيرة يلي عرفتك فيها لهلأ ما غلطت معي بشي، يعني ما في أي مشكلة بيناتنا، ولكني هي جبت لك هلأ لعبة بلياردو. مرحبا. أهلين. يلا أنا رح أمشي، مجد برجع بشوفك بعدين. الله معك، شكرا إليك. يلا بخاطرك. الله معك بنتي. شو؟ ما بعرف، ما فينا نلاقي صالة عرض أزياء تاني هلا؟ والله أنا سألت بس للأسف كل الأماكن محجوزة. مجبورين نلغي العرض، ما عنا حل تاني غيره. بالمناسبة أنا حكيت مع أمير من شوي، أخذوا ضيوفنا من الأوتيل وجايين لهون. عروة شو بدنا نقلن هلا؟ رح نقلن أنه إضاءة الصالة انتزعت والعرض التغى؟ مستحيل هالشي، الأمريكان جايين لهون كرمال هالعرض مخصوص، والله بيفضحونا إذا هيك. ولا تنسوا أنه راجعين اليوم والتذاكر انحجزت. أنا بس بدي أعرف كيف بدنا نلاقي حل هالمصيبة. ها؟ أنا عندي فكرة حلوة، برأيي خلونا نروح ناكل بمكان بعيد ومنطفي موبايلاتنا ويسافروا على أمريكا خلاص. لا تطلعوا فيني هيك، لا تطلعوا، لأنه هذا اللي بيخطر على بالي هلا، أصلا ما في حل للموضوع، كل شيء انتهى. ما فيكن تأجلوا العرض لبكرة؟ اليوم المساء هن مسافرين على الأكيد، يعني بكرة لندن وبعدين باريس، برنامجهم معروف من شهر لكان. يعني قصدي نجرب بس، مو خسراني. إياد أنت ما بتعرف، الأمريكان ما نم من هالنوع أبداً، كل شغلهم منظم، مستحيل يأجلوا العرض. معك حق حياتي،
وحكي إياد مزبوط، خلونا نجرب حظنا، ما عنا شي نخسره. وأخيراً فكوا أسري وسمحوا لي إني أطلع. والله ما كان في داعي لنومتي بالمشفى. معقول هالشي ابني؟ قال لازم تضل هالفترة تحت المراقبة. أنا بعرف حالي منيح بابا، الحمد لله كان وضعي ممتاز. اسمع، الدكتور بده يعمل لك شوية فحوصات وتحاليل كمان. يا علينا، شو هالحكي هاد؟ جاي على بالي روح على مكتبه وقلب له يا فوقاني تحتاني، كأنه هالدكاترة ما عندهم شغل وحابين انه يتسلوا فيني. أوف. شو هالدكاترة اللي ما عرفوا يعطوني دواء مشان وجع راسي بابا، وبدك يعني ضل هون؟ شو المسخرة؟ I'm terribly sorry, but it's impossible to us to wait tomorrow. We have to go to the airport today. أوف يا الله. شو قال إياد؟ قال لك بدهم يروحوا شي؟ قال إنه مستحيل يقدروا يستنوا لبكرة، لازم يروحوا على المطار اليوم مشان ما يتأخروا. أنا قلت لكم من الأول. طيب أنت قلت له إنه تأجيل يلي صار كان لأسباب خارجة عن إرادتنا؟ إيه طبعاً قلت له، بس صعب كتير يضلوا اليوم. Okay, let's go. Wait. مستر، ثانك يو، جود باي. يا الله. لك الجماعة ماشيين، شو بدنا نعمل؟ ما في شي نعمله، كل شي انتهى ومستقبلي تدمر. Come on, airport. مستر تشاندلر، روح وراهم. ماشي. يا الله دخيلك، ليش ما في شي عم يزبط؟ لا تحملي هم شي فتون، انت موهوبة كتير، حتى لو راحوا هدول بيجي غيرهم، إلا ما تنفتح بواب تانية قدامك. الباب الوحيد اللي شايفته مفتوح قدامي باب الحمام، وراح أروح أبكي هنيك قد ما بدي. لك فتون؟ فتون؟ والله لازم نعمل شي، البنت زعلت كتير. شو فينا نعمل؟ الجماعة مشيوا مثل ما شفت، يا ريت لو ضلوا يوم زيادة كنا دبرنا كل شي بكرة. بتعرفي؟ في طريقة تانية لحتى نخليهم هون. نخليهم هون؟ نروح عليهم الطيارة. أمير؟ ليك اسمعني منيح شو بدي قلك. طيب إياد لا تأكل هم، الموضوع عندي. رح أخذهم هلأ وأعمل لهم فتلة طويلة باسطنبول، ما رح خليهم يلحقوا الطيارة تبعهم. القصة سهلة معلم، لا تشغل بالك. Good day. Weather, weather. Good. مو؟ أخي اشتروا مني، اشتروا مني. الله يوفقك اشتري مني. بس وحدة. بأي صف أنت يا ولد؟ صف خامس. شايفين؟ صف خامس الصبي. أي فريق بتشجع؟ بشكتاش. أنت معلم يا ولد. مين أكتر لاعب بتحبه؟ كل اللاعبة. يلا خود. شكراً معلم. Excuse me, could you hurry up please? We have to go to the airport. The airport please. But I don't speak English. Arabic, Arabic. ما عم أفهم عليكم. We need to go more quickly. Okay, more quickly. Okay, okay. يا الله شو هالحظ. مستر رد، قلبت حمراء ما فيني أقطعها. رح نستنى، ما فيني أقطع الإشارة بعدين بخالفوني. ما بقدر. Excuse me, I go bathroom. Please, be quick. Please. لك إيش بك؟ فهمنا، ما عاد فيني أتحمل. لعمة. Oh my God. يلا، ما بطول عليكم. Okay, hurry up. ألو بتول، شو الأخبار؟ وأنا كمان منيح، عم أشتغل، عم أعمل جولة مع سياح باسطنبول. مو مشكلة، فينا نحكي برياحة. قلي لي شو بدك. الشباب بدهم يروحوا على المطار، بس طبعا رح يضطروا يتأخروا شوي على الطيارة تبعهم. طيب رح قلك ليش. ليكي بتول، رح أحكي لك هلأ. إياد اتصل فيني. إيه We made a deal. So, let's go in a few minutes.
اياد تعال هون فهمنا شو صار. لك هنن معصبين كتير لأنه الطيارة راحت عليهم، بس ما بيعرفوا إنه هي كانت خطتنا. يعني مو طالع شي بالإيد أبداً، اسطنبول وزحمتها. طيب شو صار مشان العرض؟ أقنعته رح يشوفوا العرض بكرة ويسافروا بعدين. بس يا جماعة في مشكلة ولازم نلاقي لها حل. شوفت عينكن داي أخلاقهم على الآخر. طبيعي يعني إلهم ساعتين بالتاكسي عم يفتلوا باسطنبول من هون لهون داخو الجماعة. كرمال هيك لازم ينبسطوا اليوم. معك حق إياد، إذا تفرجوا على العرض بكرة بهالمزاج ما رح يعجبهم أكيد. إيه طيب شو رح نعمل؟ ليكو قلت لهم منروح منسهر وحبوها للفكرة. يا سلام رح ينبسط المساء. إيه بس رح نروح رجال لحالنا، وإنتوا البنات رح تعملوا شي تاني. ليش نحنا ما رح نروح؟ لأنه جوليا معدتها متضايقة كتير من أكل السوق، وكرمال هيك هي رح تروح معكم. ولوين بدنا ناخدها يعني؟ خدوها لعندك على البيت، لأنه هي ملت من أكل المطاعم والعجقة وغيره. عن جد ما خطر لي فكرة تانية غيرها، شو بعمل؟ برأيي هالفكرة بتجنن، شو رأيك فتون؟ إيه مدام هيك رح خلي أمي تعمل لها طاسة شوربة غير شكل. يا جماعة لازم نعمل كل جهدنا لحتى نخليهم ينبسطوا اليوم، اتفقنا شي لا تاكلهم. ورح نورجيهم كمان حسن الضيافة. برافو عليكي. يلا لك. يلا. We're just gonna wait. يا حلوة، معدتك متحسسة؟ يييي. مستر، مشان الطيارة، سوري يعني. Don't worry. اضطريت فوت على الباثروم مو بإيدي. شوف لي قديش راح ينبسط. What is this? Ah, this is labne unana. What? I'm sorry. Labne ma nana uzet yani ماذا؟ ماذا؟ بلا ما تحكي يا جماعة، هدول ما عم يفهموا علي بالمرة. And what is this one? This is بطاطا. بطاطا. بطاطا، انت كل واكيد رح تعجبك، ماشي؟ شو بدي اعمل من الصبح لهلا كرهني حياتي وانا عم ساير. Okay, I'm sorry. Could you tell me what is this, please? This is حمرة حد اسمه. What? أحلى شيء بالموضوع إنه مو فهمانين علينا بالمرة. حمرة. صدقوني إذا رجع سألني مرة تانية What is this رح أسف وراس خليه يحكي عربي. بركي بنخلص ونفهم مع بعضنا. What is this? هي. This is أكل! 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 شو حياتك مش شايف أكل أنت؟ خلصنا بقى كل وشكور! What? رح زدتك بأريزونا! أريزونا؟ لسه تعيسة. أوكي مستر، let's eat. يلا.